ايه اللي حصل يا رؤية؟ خالتي جرى لها حاجة؟ لو بتسأل على خالتك اطمن، خالتك بخير. انما لو بتسأل على اللي في قلبي ليك، فاللي في قلبي ليك مات، مات واتدفن يا سجلجل. اوعى تكون فاكر اني ما بحسش، لا، انا اول امبارح ده اول مرة احس انك مش طايقني كده. وانا كل اللي كرمتي وكنت طول الليل عمال افكر، وجات لك النهارده عشان اقول لك انك مش هتشوفني تاني. احلفي وحياه غلاوتك في قلبي يا سجلجل، ما هتشوفني تاني، دي اخر مره. اخر مره؟ اخر مره؟ ايوه، انا مسافره عند عمتي في طنطا، هقعد عندها اسبوعين لحد ما انساك وتخطى ذكرياتك. روحي وترجعي بالف سلامه يا رؤيه. بس هو امي كانت حلفت عليا ان محدش يوصلني عند عمتي غيرك، عشان كده لازم انت اللي توصلني، لان هي مش بتامن عليا مع اي حد غريب. لا 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 يا رؤيه، بلاش الكلام ده يا رؤيه، انا مش قادر خالص على الكلام ده النهارده. ايه انت بتقول؟ ايه بقول لك؟ بلاش انا النهارده مشوار طنطا ده، روحي بميكروباص، انا بالذات بلاش المشوار ده. لحظه صعبه عليك مش كده؟ بتقول ايه يا رؤيه؟ اسكتي. ايوه، هو لما البني ادم بيحس ان في حاجه حلوه بتروح منه بيتضايق ويتعب، صح؟ والله العظيم ما كده. لا لا، هو كده ليه؟ ليه سجلجل بتخبي؟ ليه بتداري؟ هو البني ادم كده لما بيحس ان في حاجه قيمتها كبيره قوي بتضيع منه، كل اللي في قلبه بيبان. بس يبان بان. ازيك يا سلمى؟ كويسه الحمد لله. انا بس كنت عايزه اقول لك ثانك يو على الحفله، انا اتبسطت قوي. انا كان عندي وقت فاضي كده ما بين معادين، وكنت رايحه اقعد في حته، مش عايز تسليني شويه؟ النهارده لازم النهارده يعني؟ النهارده. بس لو مش فاضي على فكره مش فارقه معايا خالص، يعني مش قادر انطق. لا لا لا، ابعتي لي اللوكيشن. ماشي، هبعتهولك دلوقتي. باي. ماشي. هتروح البنت المعرقبة دي تاني يا سجلجل؟ يا سجلجل، دي لا من تنتك ولا من دمك. لا لا، هي من بالله عليك، بالله عليك يا سجلجل. بس بقى،